معانا واحد من المحللين اللي فعلا بيمتعونا بارائهم الفنيه، وبيكون رايه مهم بصراحه لينا واحنا بنتعلم منه دايما. بقول كده، وكابتن هيثم فاروق نجم مصر ونجم نادي فاينورد الهولندي. يا كابتن هيثم، السلام عليكم يا عمر. عليكم السلام، ازي حضرتك؟ والله الحمد لله حبيبي، ومتشكر قوي على المقدمه الجميله دي، وسعيد بالبرنامج بتاعك ومن نجاح لنجاح. ربنا يخليك كابتن هيثم، طبعا ده حقك، ويعني دايما بتمتعنا بتحليلك ورؤيتك الفنيه. لكن طبيعي بطوله كاس العالم 2018 هي بطوله المنتخبات الجماعيه وليست منتخبات النجم الاوحد. كل المنتخبات اللي عندها نجم واحد بتعتمد عليها كابتن هيثم خرجت وودعت البطوله، وبالتالي البقاء للمنتخبات الجماعيه. راي حضرتك ايه؟ طبعا الكلام مظبوط 100% وموافق عليه تماما، والدليل ان منتخب الارجنتين ودع في دور ال 16 امام فرنسا بنجمه الكبير ميسي، ونفس الشيء بالنسبه للبرتغال امام اوروجواي مع كريستيانو رونالدو، نيمار امام بلجيكا، وحتى منتخب مصر مظبوط محمد صلاح، بنتكلم على بولندا ليفاندوفسكي. بالظبط كده، الحقيقه برضو كان علامه استفهام كبيره بالنسبه لي ليفاندوفسكي في البطوله دي، لانه ما ظهرش حتى 20% من المستوى اللي بيظهر بيه في البوندسليجا مع بايرن ميونخ، ولكن زي ما انت قلت فعلا الكره الجماعيه هي اللي تفوقت في هذه البطوله حتى الان. كابتن هيثم، طبعا حضرتك تابعت مباريات دور الثمانيه وشفنا مباريات قويه جدا، هل حضرتك شايف ان كان في منتخب يستحق صعود الى السيمي فاينل لكنه لم يحقق الفوز بعد؟ لا، انا شايف الحقيقه ان النتائج منطقيه جدا، والفرق اللي وصلت للمربع الذهبي حتى الان سيمي فاينال تستحق الوصول. يعني يمكن في فرق خانها التوفيق او خانها الحظ بضربات الترجيح زي روسيا، ولكن برضو كرواتيا عملت بطوله ممتازه حتى الان. نفس الشيء ينطبق على بلجيكا اللي عندها مجموعه من النجوم حدث ولا حرج. انجلترا، انا شايف انجلترا الحقيقه بتجني ثمار ما فعلته في السنوات اللي فاتت الحقيقه، رغم ان سنوات الحصاد لم تاتي بعد. انت عارف اي دوله عمر بتهتم بالناشئين وبالشباب بتجني بعد فتره طبعا. من الفترات. شفنا فرنسا عملت الكلام ده في بدايه التسعينيات من القرن الماضي، وقدرت في اواخر التسعينيات تاخد كاس عالم وتاخد امم اوروبا وتاخد كاس عالم القارات، الجيل بتاع زيدان زي ما احنا عارفين. نفس الشيء اسبانيا عملته في بدايه الالفيه، وفي 2008 خدت امم اوروبا، و2012 وخدت كاس العالم 2010. انجلترا الحقيقه النظره اتغيرت وتطورت لحد كبير، عمرنا ما سمعنا عن منتخب ناشئين او منتخب شباب انجليزي يفوز ببطوله كبرى، لا، دلوقتي في منتخب انجلترا بيفوز بامم اوروبا للشباب والناشئين. انجلترا خدت كاس العالم للشباب في كوريا على حساب فنزويلا في مايو الماضي، انجلترا خدت السنه اللي فاتت، انجلترا خدت كاس العالم للناشئين في الهند على حساب اسبانيا. انجلترا عندها اهتمام كبير بالقاعده، عشان كده في تطور كبير حصل في الكره الانجليزيه. عارف زي ما احنا عملنا في مصر فتره من الفترات، جيل الكابتن حسن شحاته لما وصل كاس عالم احمد فتحي وعماد متعب وعمرو زكي وحسني عبد الرب والناس دي، نفس الشيء لما جه كابتن دير السيد والكابتن مصطفى يونس مع جيل محمد صلاح والشناوي وعمر جابر ومحمد صلاح والنني، كابتن ربيع ياسين لما خد امم افريقيا في الجزائر وراح كاس العالم في تركيا، شفنا الجيل بتاع كهربا بتاع رامي ربيعه بتاع احمد حسن كوكا وصالح جمعه وتريزيجي، قدروا ان هم يكونوا قاعده قويه لمنتخب مصر، وهم دول اللي قدروا يوصلوا كاس العالم. فطول ما انت عندك اهتمام بالشباب والناشئين انت هتوصل، لان مفيش اهتمام بالفتره دي في المجموعه دي عمرك ما هتلاقي المجموعه دي بعد سنوات. انجلترا عملت كده وابتدت تحصد ثمار ما فعلت. طب يا كابتن، بالنسبه ان احنا بنتكلم على انجلترا، جوارديولا 2010 كان متواجد في اسبانيا وبالتالي اسبانيا حصلت على البطوله، 2014 كان مع بايرن ميونخ حصلت المانيا على البطوله. هل دي صدفه يا كابتن هيثم، ولا فعلا جوارديولا بيغير من شكل والفكر والتكتيك اللي موجود في الدوله اللي بيكون موجود فيها وبالتالي بينعكس على المنتخب؟ لا، هي طبعا بالحق يعني مصادفه، لكن طبعا جوارديولا من اكثر المدربين الممتازين على مستوى العالم، وانا من الناس المقتنع بيه وبكفاءته، ولكن هي يعني حظ يعني زي ما هنقول او مصادفه. ولكن بدون شك هو بيعمل تطور في مستوى الانديه اللي بيتولى ادارتها. ما تنساش ان جوارديولا ذكي جدا، ما بيروحش غير الانديه اللي عندها ميزانيه مفتوحه. طبعا هو لما راح مانشستر سيتي، شوف الارقام اللي بيشتري بيها اللعيبه، طبعا صعب الكلام ده يتوفر في اي نادي ثاني. نفس الشيء في بايرن ميونخ، رغم ان بايرن ميونخ من
سلوكياته او من عاداته ان هو ما بيصرفش كتير. اغلى لاعب في تاريخ بايرن ميونخ اوديسو الفرنسي، صح، اعتقد حاجه 40 مليون يورو، وده رقم طبعا بالنسبه للارقام بتاعت بوجبا وبتاعت كوتينيو وبتاعت نيمار رقم ضعيف. صح، ولكن قدر يعمل مع بايرن ميونخ نقله كبيره رغم ان هو ما فازش بالشامبيونز ليج، ولكن مع مانشستر سيتي الحقيقه عمل نقله كبيره جدا. واول حاجه عملها انه غير تكتيك اللعب او الشيء بتاع لعب الفريق الانجليزي، وكونتي عملها مع تشيلسي، وده اللي استفاد منه ساوث جيت. يعني الحقيقه في مجموعه من المدربين في انجلترا قويه جدا، دوري انجليزي بريمير ليج اقوى دوري في العالم طبعا باللعيبه اللي موجوده فيه بالمدربين. يعني ساوث جيت الحقيقه عمر انجلترا ما لعبت بثلاثه سنتر باكس في الخلف، صح، دلوقتي ساوث جيت بيلعب بالكلام ده طول عمره. الكره الانجليزي كيك اند رش، العب كره عاليه طويله، الناس عندها قوه بدنيه وناس بتجري. دلوقتي المنتخب الانجليزي عنده مهارات، عنده فنيات، عنده لعيبه بتقدر تستلم الكوره وتقف على الكوره زي لينجارد، زي جيري علي، زي رحيم ستيرلينج، زي راشفورد، عنده لعيبه عندها سرعات غير طبيعيه، عنده مهاجم هاري كين انا في وجهه نظري من امتع المهاجمين على مستوى العالم، عارف ازاي بيتحرك بكوره، عارف ازاي يتحرك من غير كوره. المنتخب الانجليزي عنده سرعات على الاطراف زي اشلي يونج، زي ووكر، عنده ناس بتجيد العاب الهواء وناس اقوياء جدا في الالتحامات زي جون ستونز، زي ماجواير، زي ايضا ووكر او جاري كاهل لما بيلعب. تمام. كل العناصر دي الحقيقه بوجود لاعب اسمه هندرسون طبعا بيلعب امام الناس دي، لان هو بيلعب ليبرو ولكن لخط وسط، مظبوط، المدافعين مظبوط ثلاثه في الخلف وقدامهم هندرسون. هندرسون الحقيقه او داير لما بيلعب هو بيبقى ليبرو خط الوسط، لان قدامه بيبقى اربعه، ريبر على اليمين واشلي يونج على الشمال بالاضافه للاثنين لينجرد وجيري الي، وهو الليبرو بتاعهم، وده اللي نجح خطه انجلترا مع وجود اثنين مهاجمين زي رحيم ستيرلينج زي هاري كين اللي زي ما بقول لك بيعرف يتحرك بكوره ومن غير كوره. عشان كده ما حدش قادر يوقف انجلترا، على الرغم من انجلترا لغايه دلوقتي ما لعبتش بطولات فرقه كبيره او فرقه مصنفه فازت بكاس العالم، يعني مجموعتها كانت سهله في الجروب ستيج مع تونس وبنما، لما اصطدمت ببلجيكا خسرت، لكن قدرت انها تتفوق على كولومبيا حتى لو كان بضربات ترجيح، قدرت انها تتخطى منتخب السويد رغم منتخب السويد قوي ومنتخبات اللي بتدافع كويس وما دخلش فيها اجوان كتير، ولكن في نظره مختلفه في انجلترا. انجلترا اول ما كانت المباراه توصل لضربات ترجيح كان كل العالم عارف انها هتخسر. صح، بقى لهم 28 سنه يا كابتن ايسن ما كسبوش بضربات الجزاء. بالظبط بالظبط، دلوقتي انجلترا بيتدربوا على ضربات ترجيح. انجلترا عندها حارس جوردن بيكفورد انا في وجهه نظري مميز جدا طبعا، شفنا الانقاذات اللي عملها في مباراه السويد وشفنا البينالتي اللي انقذه من 24 سنه يا كابتن ايسن، 8 مباريات دوليه، فالمستقبل قدامه طويل جدا. برافو عليك. انت فاكر انجلترا في كاس العالم 90 خسرت امام المانيا، صح، في السيمي فاينال ضربات ترجيح، مظبوط، على ملعبها نظمت اليورو في 96 خسرت امام المانيا، واللي ضيع ركله الجزاء كابتن هيثم ساوث جيت الاخيره. بالظبط بالظبط، لما لعبت في كاس العالم 98 كلنا فاكرين انه وقع في الطرد الشهيره بتاعه بيكام طبعا وديجو بابلو سيميوني، خسر بضربات ترجيح. في 2006 امام البرتغال خسر بضربات ترجيح، ولكن دلوقتي في ناس بتعرف تشوط بينالتيز، وفي حارس مرمى مميز جدا انا في وجهه نظري اميز من ديفيد ديمان واميز من ديفيد جيمس واميز من جو هارت. بيكفورد الحقيقه من الحراس الممتازين، واعتقد ان انجلترا ممكن تصل للنهائي. وفي نبره تفاؤل كثيره في انجلترا في الوقت الحالي، بيقولوا ان الكاس هترجع لموطنها الاصلي على اساس ان انجلترا هي اللي اصلا، ده اللي فعلا السلوجن يا كابتن هيثم اللي بيتقال اتس كامينج هوم، كل الصحف الانجليزيه كاتبه السلوجن ده، فزي ما حضرتك بتقول. لكن يا كابتن هيثم عايز اخد حضرتك للمواجهه القويه ما بين فرنسا وبلجيكا، مارتينيز امام ديشامب، مباراه صعبه جدا فنيا وتكتيكيا، محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل. هل بلجيكا هتبدا باخر تشكيل بدات بيه في مباراه البرازيل، ولا هترجع تاني للتشكيل الرئيسي تلعب بفيتسل وكيفن دي بروين في نص الملعب، كاراسكو وميرتنز، هازارد ولوكاكو، ولا ايه اللي ممكن يحصل؟ ديشامب مثبت تشكيله زي ما هو، ماتشودي كان عنده انذارين فبالتالي هيرجع تاني للتشكيله الرئيسيه، شايف حضرتك المواجهه هتبقى عامله ازاي؟ انا شايف ان مارتينيز هيبدا بنفس التشكيل اللي بدا بيه مباراه البرازيل، لان الحقيقه عملوا جيم عالي جدا، ارهقوا البرازيل، البرازيل منتخب قوي والبرازيل اضاعت فرص، لكن صمم منتخب قوي جدا. ما تنساش ان كورتوا كان له دور كبير جدا في طبعا المباراه تخرج بنتيجه 2-1. كيفن براون كان في بدايه البطوله مش في مستواه اللي ظهر بيه مع مانشستر سيتي، ولكن
رجع مره ثانيه في مباراه البرازيل وكان مان اوف ذا ماتش. هازارد يعني واحد من اللعيبه اللي تتمتع لما الكره تروح له. انا اعتقد انه هيلعب بالشاذلي برده وتوماس مينيه على الاطراف ونفس الثلاثي الدفاعي. معرفش كان عنده اخفاءات في المباراه دي ولا لا، ولكن نص الملعب اكيد اكيد كيفن دي بلاون مع فلايني بالاضافه الى الدبابه البشريه لوكاكو. اعتقد ده التشكيل الانسب بالنسبه لروبرتو مارتينيز في مباراه فرنسا. اللي انا شايف برضو ان ديدي ديشامب مش واخد حقه، لان يعني في ناس كتير بتنتقد ديدي ديشامب وبتقول معاه نجوم كبار جدا ومعاه اغلى نجوم في العالم وبينسبوا المكسب للعيبه، ولما يحدث خساره يقول لك التكت بتاع المدرب. ممكن يا جماعه ديدي ديشامب كان قائد فرنسا في 98، ديدي ديشامب هو اللي رفع كاس العالم، هو اللي رفع امم اوروبا، ومقنع كلاعب ومقنع كمدرب. معقوله مدير فني يوصل لنهائي امم اوروبا 2016 ووصل سيمي فاينل كاس العالم ويكون فكره محدود او يتعرض لمثل هذه الانتقادات؟ لا، انا شايف ان هو مميز جدا وممتاز جدا، لان انت صعب ان انت تسيطر على مجموعه النجوم دي بدون انك تكون عندك شخصيه. ديدي ديشامب مدير فني عنده شخصيه، فالمباراه هتكون بالاثنين مديرين فنيين ذات كفاءه، الكفاءه عاليه جدا سواء روبرتو مارتينيز. انت عارف ان روبرتو مارتينيز اصغر من حضري بسنتين طبعا، ولكن مدير فني ممتاز، ويكفي انه معاه في الجهاز طبعا تيري أنري. تيري أنري واحد زي تيري أنري لما ينقل خبرته للمهاجمين زي لوكاكو زي ريتش ميرتنز زي فلايني زي ايدن هازارد، اعتقد بلجيكا عندها فريق متكامل، ومش هكون مستغرب الحقيقه بوصولها للمباراه النهائيه. وان كانت فرنسا برضو ترشيحات بتصب في مصلحتها بنسبه كبيره جدا، الاثنين يستحقوا الوصول للمباراه النهائيه. الحقيقه هكون حزين على الفريق اللي هيخسر، يعني دي كان لازم تكون فاينل كاس العالم مش سيمي فاينل. كابتن هيثم فاروق، يعني بتمتعنا كل مره حضرتك بتبقى موجود فيها، وبشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معايا على قناه الاهلي. الكابتن هيثم فاروق نجم مصر ونادي فاينورد الهولندي، وتحليل اكثر من رائع عن لقاءات دور قبل النهائي، وخاصه مباراه فرنسا وبلجيكا.